حقيقة يد حارس ترامب البلاستيكية. لفت أحد حراس الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب خلال مسيرة التنصيب نحو البيت الأبيض أنظر الحشود ووسائل الإعلام بوضعية يده اليمنى التي لم يغيرها لمدة طويلة، كأنه يحاول إخفاء شيء ما تحتها. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. وراقب محلل لغة الجسد الحارس الذي حافظ على وضعية يده الأفقية طوال المسيرة التي امتدت لنحو 3 كيلومترات، ورجحت تقارير صحفية أن الحارس الشخصي للرئيس ربما كان يمسك بيده الحقيقية يدا صناعية ويخرجها من طرف المعطف ليخفي تحتها سلاحا، حسبما نشر موقع ديلي ميل البريطانية. وقال أحد مستخدمي موقع يوتيوب إن ذراع الحارس الشخصي لترامب وعائلته تبدو بلاستيكية، وإن ذراعه اليمنى مدسوس بمعطفه لتخفي سلاحا نارية. وأضاف أنه يمسك ببندقية طويلة، على الأرجح مدفع رشاش، يخبئه تحت ذراع اليمنى داخل المعطف. وفجرت يد الحارس الشخصي موجة من الشائعات على وسائل الإعلام الدولية التي بدأت بكتابة التقارير والتحليلات حول نوعية الأسلحة المزعومة. لكن لقطات مصورة للمسيرة فضحت نظرية الأسلحة الوهمية بشدة، حيث تظهر يد الحارس وهي تتحرك بوضوح في الفيديو المصور على الرغم من أن شكلها يبدو ثابتا. وقال أحد العاملين السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إنه يتم تدريب الحراس للإبقاء على وضعية اليد إلى جانب الخصر لمدة طويلة تحسبا لأي طارئ، ويتمكنوا من رد فعل سريع. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا فكرة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.